هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن هيئه الارصاد نوهت ان المنطقه كلها ومصر كمان اكيد متاثره بالمونسون او منخفض الهند الموسمي، وده يعني بيؤدي الى ارتفاع في درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه، فاحنا اخبار الجو ايه النهارده وهل الجو الحار ده مستمر معانا الكام يوم اللي جايين؟ بالتاكيد طبعا، يمكن زي ما اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا البلاد بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بمعدل حوالي درجتين لثلاث درجات، ده على أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي متوقع استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية اللي بيكون عليها الطقس حار خلال ساعات النهار، وكمان خلال ساعات الليل ارتفاع أيضا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية ليكون الطقس مائل للحرارة ليلا على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا سواحلنا الشمالية اللي أحيانا بيكون عليها الطقس معتدل نسبيا خلال ساعات الليل. كمان بسبب تأثرنا بهذا المنخفض العملاق وهو منخفض الهند الموسمي بنلاقي ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كافة مناطق الجمهورية. طبعا أعلى ارتفاع لنسب الرطوبة بيكون على سواحلنا الشمالية لأنها هي المطلة على البحر المتوسط، وبالتالي كلما اتجهنا داخليا الى المناطق الداخليه من الجمهوريه بتقل نسب الرطوبه بشكل تدريجي. علشان يبقى عندنا اقل درجه حراره على مستوى الجمهوريه هي السواحل الشماليه، في المقابل بيكون فيها اعلى نسب رطوبه، وجنوب الصعيد بيكون فيها اعلى درجه حراره مع وجود اقل نسبه رطوبه، لكن بكل تاكيد كلنا حاسين بارتفاع نسب الرطوبه اللي بتزود احساسنا بشكل كبير جدا بارتفاع درجات الحرارة، ودي تعتبر بالفعل السمة الرئيسية لفصل الصيف نتيجة تأثرنا بهذا المنخفض الجوي الكبير اللي بيأثر على أجزاء واسعة أو أجزاء كبيرة من العالم العربي، بيبدأ بكتل هوائية شديدة الحرارة موجودة على شبه الجزيرة العربية اللي بتؤدي بالفعل هناك لارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة، وبمجرد دخوله للبحر المتوسط بتبدأ البحر المتوسط يقلل درجة حرارته شوية، لكن في المقابل تشبع كامل ببخار المية وبالتالي بيغير مساره عشان يدخل إلى داخل الأراضي المصرية محمل بكميات كبيرة من بخار المية والرطوبة، وده بالفعل هو السمة الرئيسية خلال فصل الصيف. يمكن الخرائط بتشير أنه على مدار هذا الأسبوع بشكل كامل احنا بنقع تحت سيطرة كاملة لهذا المنخفض الجوي الكبير، وبالتالي يعتبر هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بهذه القيم الطفيفة سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار. طوال هذا الأسبوع إن شاء الله متوقع أن درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 38 ل 40 درجة مئوية، ودي بالفعل درجات حرارة مرتفعة خلال هذا التوقيت من العام، خاصة مع نسب الرطوبة العالية بالشكل الكبير ده اللي تتجاوز ال 80 وال 85 وال 90 درجة بالنسبة للرطوبة خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية، دي بالفعل نسب رطوبة عالية جدا، وبالتالي السواحل الشمالية حتى وإن كانت بتسجل خلال ساعات النهار درجات حرارة في حدود ال 33 درجة مئوية، وإن كانت ال 33 درجة دي هي الأقل مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، لكنها بالفعل أعلى من معدلاتها الطبيعية على سواحلنا الشمالية خاصة مع نسب الرطوبة المرتفعة دي. ممكن في بعض الأحيان نلاقي بعض نسمات وهبات الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية على فترات متقطعة، هنبدأ نلاحظ نسمات الرياح أو هبات الرياح دي في المناطق المفتوحة نسبياً، وده يمكن بيقلل إحساسنا شوية بارتفاع نسب الرطوبة، لكن بالفعل بتظل الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع كبير جدا في نسب الرطوبة. أيضا يمكن اليوم هيكون في ارتفاع نسبي في الأمواج على بعض شواطئ محافظة مطروح، مش على الشواطئ الشمالية كلها لكن على بعض شواطئ محافظة مطروح، وارتفاعات الأمواج هناك بتصل أحيانا ل 2 متر،
الارتفاعات دي هي مناسبة لحركات الصيد والملاحة وحركات السفن والمراكب هناك، لكن بتكون غير مناسبة بالنسبة للمصطفين على الشواطئ، لأن ارتفاعات 2 متر بالفعل ممكن تكون عالية شوية في بعض الشواطئ، وأيضا طبعا شواطئ البحر الأحمر أو بعض شواطئ البحر الأحمر قد ترتفع هناك الأمواج أحيانا ل 2 متر، علشان كده بنحذر المواطنين هناك من ارتفاع الأمواج نسبيا. طيب يعني احنا النهارده رسميا نعتبر رسميا رابع ايام فصل الصيف، هل فصل الصيف اللي لسه مكمل معانا حوالي 90 يوم كمان هيفضل بنفس معدلات ارتفاع درجه الحراره دي؟ لا بالتاكيد طبعا، احنا دلوقتي بالفعل دي تعتبر درجات حراره اعلى من معدلاتها، يمكن المعدلات طوال فصل الصيف تتراوح على القاهرة ما بين ال 33 ل 35، قد يكون أيضا ال 36 درجة بالنسبة للقاهرة داخل ضمن المعدلات، وهو يعتبر في آخر المعدلات الطبيعية، وبالتالي أي درجة حرارة أعلى من ال 36 أو ال 35 درجة خلال فصل الصيف بنعتبرها أعلى من المعدلات الطبيعية، بل في بعض الأحيان بنبدأ من ضمن الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا خلال فصل الصيف هو ما يعرف بمرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور. ده مرتفع جوي بيكون مركزه عند جزر الأزور، بيبدأ يمتد أحيانا حتى يصل إلى الأراضي المصرية. في بعض الأيام من فصل الصيف نتيجة تأثرنا بهذا المرتفع بنتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا بتكون درجات حرارتها أقل بشكل كبير، وبيؤدي في بعض الأيام من فصل الصيف إلى تحسن الأحوال الجوية لمدة أيام قليلة إن شاء الله. وبيتراجع قصاده منخفض الهند الموسمي. يمكن من حوالي شهر تقريبا درجات الحرارة بالفعل يا إما أعلى من معدلاتها الطبيعية يا إما حول معدلاتها الطبيعية أو في أعلى المعدلات الطبيعية. حتى الآن لم نتأثر بمرتفع العروض الوسطى، فوارد خلال الفترة المتبقية من فصل الصيف من حين لآخر يتراجع منخفض الهند الموسمي قليلا، لنتأثر ببعض الكتل الهوائية اللي بتكون جاية مع المرتفع العروض الوسطى، فتتحسن الأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة كمان في بعض الأيام في فصل الصيف أقل من معدلاتها الطبيعية. لكن خلينا نتكلم انه حتى نهايه الاسبوع الحالي على الاقل ارتفاعات في درجات الحراره عن المعدلات، تمام. يمكن مع بدايه الاسبوع اللي جاي تعود درجات الحراره مره اخرى بالنسبه للقاهره حول ال 36 درجه مئويه، ان شاء الله. فدي تعتبر يعني احسن حاله من اللي نشهدها هذا الاسبوع ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض سريعا نتابع درجات الحراره متوقعة النهاردة في القاهرة 39-27، وفي العاصمة الإدارية أيضا 39-27، الإسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-23، دمياط 33-23، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 40-25، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 24 والعريش 35-22، أما في كاترين 36-16 وطوبة 38-26، حلايب 39-31 وشلاتين 42-30، شرم الشيخ 43-32 والغردقة 41-31، الفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، نفس الأمر في بني سويف 40-26، أما في الوادي الجديد فالعظمى 44 والصغرى 27 وأسيوط 41-26، سوهاج 43-27 وإنا 44-29، الأقصر 44-30، أسوان 45-31. ودي كانت نشطتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لباسانت ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.